كل القضايا لكل المحاولات لتضييق حرية التعبير لازم تتناول بجدية، لأن ما شيء مش مقبول. أنا دائما كنت ندافع على حرية التعبير، حرية التعبير مبنية على مسؤولية طبعا، ولكن هذا السينما تعطي آراء مختلفة، آراء لمبدعين اللي ما تمثل إلا المبدعين، مش ما لازمش نعطوها بعد أكبر من الشيء اللي لازم، لأن كل سينمائي عنده جمهور وقصير صغير، وما لازمش نبالغوا في هذا الميدان.